بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي جميع أعضاء الجروبات الحلوين والكل من يستمع إلي الآن في هذا الشرح لتطبيق تقني فكاهي في نفس الوقت. أشبه ما يكون هذا التطبيق بإضغط في الوقت المناسب، وأنتم بكرامة طبعا. اسم التطبيق هو مجاني طبعا، اسمه Funny Alarm Arabic، فاني الارم عربيك، لكن طريقة التطبيق مختلفة عن اضغط في الوقت المناسب شوية. طبعا هو برنامج للمقالب متوافق مع الفويس اوفر. حنبدأ ان شاء الله بشرح التطبيق الان. طبعا ان شاء الله سهل، ما حيكون صفحة 5 من صفحة 7 من فاني الارم. هذا هو فاني الارم، فاني الارم عربيك او المنبه العربي المسلي او حاجة زي كذا. المهم فاني الارم عربيك تطبيق سهل ان شاء الله وما حياخذ معنا شيء الكثير، لكن اباكم تسمعون معايا وتعرفون ايش فكره التطبيق. طبعا هذه النسخه المجانيه من التطبيق، في نسخه طبعا برو فيها ميزه حذكرها في اثناء الشرح. الان نبدا. فاني الارم الشاشه الرئيسيه، فاني الارم اضغط مرتين للفتح، مبدل التطبيق لحظة بس أشرس التطبيق كان باقي شغال من المرة السابقة. طيب نبدأ الآن، هذا هو فاني ألارم. نبدأ الآن نشغل التطبيق سوا وحتسمعون معايا إيش الوضع، إيش اللي صاير. طيب الآن من فوق نبدأ. سيارينا أسيمو سبعة 43% باتري باور كونسول شاي سيارينا أسيمو سبعة 43% أسيمو سبعة سبعة. طيب عندنا أعلى شيء فوق زرق. أعلى حاجة موجود زر غير منطوق أسيمو سبعة سبعة. شوفوا هذا زر غير منطوق، زر يقول لك فقط. هذا الزر الغير المنطوق في الأعلى هو إيش هو طبعا؟ اللي هو يدخلك على السفاري ويخليك تحمل طبعا إما النسخة البرو أو تطبيقات مشابهة لهذا التطبيق، برضو تطبيقات لمقالب أو ألعاب معينة، ولكن في كثير منها يعتمد على الصور وهذا، فما يهمكم الزر الغير منطوق هذا. الآن عندنا أسينو سيارينا ريساتا كين موسترو ماكا. هذا طبعا بروزر، أيضا عمله نفس عمل الزر الغير منطوق هناك في الأعلى فوق، هو نفس عمله بالضبط ويدخلك على نفس الصفحة أيضا عشان تحمل إما النسخة البرو لهذا البرنامج أو التطبيقات مشابهة. طيب اللي مرينا عليه هذه الأسماء الغريبة هذه كلها وش هي؟ هذه كلها أصوات في التطبيق، أصوات للمقالب، هذه كلها أصوات، أصوات للمقالب. مثلا نقول سيارينا، نختار على سيارينا الآن مثلا. سامعين آخر شيء تحت الشين وش موجود؟ I am G stored off. I am G stored off. طيب بعد ما اخترنا الصوت اللي احنا نبغاه نضغط على I am G stored off هذه. شوفوا ضغطنا عليه الآن. هذه ضغطنا على I am G stored off ووضعت الجوال الآن أنا على الطاولة، مضبوط؟ الآن أنا وضعت الجوال على الطاولة وذهبت إلى مشوار صغير، مشوار معين، دورة مياه وانتم بكرامة، أي حاجة. طيب في أحد من أصدقائي ملقوف، يعني بمعنى أصح لو نقول ملقوف، يبغى يستعمل الجوال أو يبغى يتلقف على الجوال. الجوال أمامه شاشته سوداء كأنه طافي، مضبوط؟ وضع الجوال بشاشة سوداء وكأنه مغلق، مضبوط؟ وأضعه أنا الآن وضعه على الأرض على الطاولة على أي مكان، أوكي؟ بمجرد ما يأخذ صديقي الجوال، يعني مجرد ما يلمسه الجوال على أساس أنه يبغى يأخذ مثلا يتلقف عليه إذا كان صديق لك أو إذا كان اللي هو أنت تبغى تعمل فيه هذا المقلب تعرف هو ملقوف ولا لا،
طيب مجرد لمسه للجوال، شوفوا انا باخذ الجوال دحين مره ثانيه البسه، ها طبعا سمعتوا معايا ايش اللي صار. حيبدا الجوال يطلع الصوت اللي انت اخترته، وفي نفس الوقت يهز، طبعا هيعمل الفايبريشن الهزاز، وحيطلع لك الصوت اللي انت تبغاه. طبعا في اصوات اللي داخل التطبيق هذه، في التطبيق المجاني عندك 6 اصوات، عندك صوت اصوات كذا حيوانات وانت بكرامه حمار وكذا، وعندك صوت اللي هو السيفتي او الونان هذا وما ادري ايش تسمونه، يعني صوت الشرطه، وعندك اصوات ضحكات مثلا. والتطبيق انا اشوف ان فكرته حلوه، ان شاء الله ان فكرته تكون واضحه. طبعا هذا واحد من الاصوات، نجرب لكم على واحد من الاصوات الثانيه ايضا عشان تشوفون ايش وضعه. طيب هذا هو الان دخلنا على التطبيق مره اخرى. طيب هذا طبعا يقول لي تريد ان تقيم البرنامج ولا لا، ما علينا منه. انا قبل شوي اخترت سيارينا، خلنا نختار ريستا. طيب اخترتها، ضغط على ريستا. طبعا ما يقول لك تم الاختيار ولا يقول لك اي شيء، ما عليك منه. IMG start off. نعم ضغطنا عليها مره ثانيه، وضعت الجوال على الطاوله مثلا الان ولا على اي مكان. طيب اوكي، بمجرد اي شخص حيجي حيلمس الجوال على اساس انه حيتلقف عليه، على طول حيبدا يطلع الصوت اللي انا مختاره. طيب طبعا سمعتوا معايا كيف الوضع، كيف فكرة وطريقة البرنامج. طبعا هو يعتبر برنامج للمقالب. أرجو أن فكرة البرنامج تكون عجبتكم، التطبيق يكون عجبكم. بالنسبة للبرو اللي أنا قلت لكم، حذكر لكم الميزة تبعه. البرو من اللي فهمته من الديسكريبشن أنه البرو في ميزة إضافية، يعني في أصوات إضافية، وأيضا في ميزة إضافية اللي هي تقدر تحط النغمة بصوتك أنت، بتسجيلك أنت. يعني تتخيل مثلا أنك تضع نغمة مثلا، عيب عيب عليك اترك الجوال اتركه مثلا كذا، فتخيل أنت الوضع لما يجي أحد يمسك جوالك ويسمع هذه النغمة المسجلة بصوتك. شاكر ومقدر جهود كل من تعاون معي وكل من يستمع لي الآن، أخوكم ماجد السبيعي.